أيها الحضور الكريم، في إطار إعلامكم بتنظيم وطريقة تنظيم هذه المائدة المستديرة، سوف نعمل على أن يلقي كل من المحاضرين رؤيته بخصوص محور من محاور هذه المائدة الطاولة المستديرة، على أساس أن يتم فيما بعد فتح الباب للمناقشة لمجموع الحاضرين، طالما أننا نتحدث عن توصيات التي ينبغي أن تخرج بها هذه المائدة المستديرة في نهاية هذا اللقاء. وبعدما نستنفذ الوقت ندعوكم فيما بعد لحفل الشاي. إخوتي الكرام، الحديث عن مرحلة تنفيذ العقوبة كمرحلة من المراحل التي اعتمدتها الجمعية في إطار موائدها المستديرة لا بد أنه يحيلنا مباشرة عن تنفيذ عقوبة السجن، غير أنه ضرورة لا بد أن نتحدث في البداية عن العقوبات أو التدابير البديلة ودور النيابة العامة في مرحلة تنفيذ العقوبة. عن هذا المحور نرحب بداية بالأستاذ خالد ربيك، عضو مكتب الجهوي نادي قضاة المغرب، الذي سيتولى في هذا الموضوع دور النيابة العامة بصفته نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الجنائية بمراكش. فيما بعد سوف نتحدث عن تداخل دور النيابة العامة مع دور السيد قاضي تطبيق العقوبة، والذي سيتولى فيه مداخلة الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي باعتباره قاضي تطبيق عقوبة وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء. ثم فيما بعد سوف نتحدث إلى الأستاذ محمد عياض بصفته مندوب الجهوي لإدارة السجون من جهة مراكش، ولا يفوتنا أيضا أن نرحب بالأستاذ عبد الله الأستاذ الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون. نشكر لمجموع المتدخلين حضورهم لإغناء مناقشة هذه المائدة المستديرة، كما نجدد الشكر لمجموع الحضور وخاصة الحضور المتميز الذي ما فاتتنا. نجدد الشكر وليس الشكر من باب الإطناب للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء لمساندته الدائمة لجمعيتنا الأبية. كما قلت نبتدئ هذه المناقشة مع الأستاذ خالد ربيك عضو مكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، الذي سيحدثنا عن التدابير والعقوبات البديلة للعقوبات السائلة للحرية ودور النيابة العامة في مرحلة تنفيذ العقوبة.